مواصلة لحوارنا هذا مع السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنيعة سيد مفتاح شويرف، ربما أسئلتنا تتمحور على عدة نقاط اللي من بينها نتحدث ربما عن مسبح البلد اللي متواجد بالباشير اللي هو مغلق منذ سنوات عديدة، يعني هل فيه جديد بهذا المشروع؟ أيضا نتحدث أيضا لو أمكن عن الشبكة الاجتماعية اللي كانت طولت بزاف لدفع مستحقات هؤلاء العمال. أيضا بخصوص السكن الريفي اللي هو الإعانة، هل فيه جديد بخصوص هذا الموضوع؟ وأيضا عن ونحن في فصل الصيف نتحدث أيضا عن المسابح اللي ربما ما شفناهاش سنة 2023 اللي كانت كاينة في 2022. وأيضا سيدي الكريم نتحدث عن المعلم الأثري اللي هو القصر القديم، خصوصا لاحظنا قبل أشهر أنه احترق المسجد الذي متواجد بهذا المعلم الأثري، هل فيه ترميم؟ هل فيه رؤية استشرافية لهذا المعلم الأثري المتواجد بوسط مدينة المنيعة ولاية المنيعة؟ نتحدث أيضا عن العين أو المنقب المتواجد بحي ولد عائشة الذي رأى النور قبل أيام قليلة. بالنسبة للمسبح البلدي، المسبح البلدي استفاد في سنوات يعني سنوات قبل الكورونا وقبل جائحة كورونا، يعني استفاد من عدة عمليات، عمليتين على الأقل ومبالغ كبيرة، ولكن مع جات جائحة كورونا لم يفتح المسبح، مما أدى إلى تعرضه للإتلاف والتخريب أيضا. طبعا احنا مع جينا المجلس قمنا بالمعاينه، والمجلس قام بالميزانيه السابقه بتخصيص مبلغ مالي لهذا المسبح لترميمه واعاده يعني انطلاقه من جديد. طبعا في هذا الاطار واجهتنا مشكله في اثناء الدراسه او عند اعداد الكشف الكمي والتقديري، انه كان لابد من دراسه للمسبح وللمنقب، لانه تعرفوا انه بجواره منقب، المنقب هذا الذي لم يكون يعني ما استخدموهش كامل. اذا لهذا احتجنا الى دراسه، والان خلاص يعني الدراسه جات على كل حال، وباذن الله راح ننطلق فيه ان شاء الله في المشروع هذا نتاع المسبح لترميمه مع ملعب الكره الحديديه بمجاوره، يعني يجاور المسبح، لانه عندنا نظره انه حتى يبقى مفتوح طوال السنه، يعني يكون فيه ان شاء الله هذا المسبح يكون فيه مقهى ويكون فيه يعني يقدم خدمات اخرى، وايضا للكره الحديديه حتى لا يتعرض للتخريب. وراح نشوف الطريقه اللي نمحوه بها ان شاء الله ليبقى هذا المسبح يعني او المرفق يبقى طوال السنه ان شاء الله باذن الله تعالى. بالنسبه للشبكه الاجتماعيه، اولا من خلال هذا المنبر نقدم اعتذاري كل عاملة او عمال الشبكه الاجتماعيه اللي لازم يفهموا، لان الناس مش فاهمه، يعني ربما فقط الشبكه الاجتماعيه يعني يظنوا انه اجرهم فقط ما يعني انهم ما خلصوش او ما تلقاوش اجور الشبكه. لا، الامر اولا يعني الوهله الاولى، المشكل الاول كان عباره انه هذه الشبكه كلهم يعني انتقلوا من نظام الى نظام، كانوا عباره عن عمال شبكه، والان اصبحوا عمال بالتوقيت الجزئي، يعني 5 ساعات، يعني اجرهم زاد وتحول ملف يعني الاجراء من اجراء الى فالاجراءات الاداريه الاولى يعني طولت، مش على مستوى بلديه المنيعة، على مستوى كل البلديات، لانه اكثر من 3 اشهر الاولى، لانه ما الان رانا نقولوا 7 اشهر، هذا الشهر 7 باش خلصناه منذ ايام فقط. 3 اشهر الاولى كانت امر خارج البلديات. طيب بعد ذلك قبيل تعرفون انه المشكل اللي وقع يعني في بلديه المنيعه انه تقريبا 3 اشهر كان هنالك نوع من عدم الانسجام او عدم او اختلاف في المجلس، من ادى الى تعطيل مداولات المجلس الشعبي البلدي مده 3 اشهر، فتعطلت الشبكه الاجتماعيه، المداوله لم تجرى. البلديات الاخرى، حتى البلديات الاخرى يعني خلصت او تخلص تقاضوا العمال الشبكه الاجتماعيه اجورهم بعد حوالي شهر من شهر او قبيل العيد الاضحى بايام او فقط. احنا طبعا المشكله العدد اكبر، يعني لما تكلموا دائما يا جماعه ما تقيسوش بلديه المنيعه بغيرها، بلديه المنيعه راه الحجم اكبر، العدد اكبر والمهام اكبر. انا نقولها لهم مرارا، انا مثلا كي تقول لي مثلا بلديه استنفذت اموالها ب 30 مليار استنفذت، نعم هذا انجاز، ولكن انا 30 مليار راني انجزتها في شهر واحد كملت، ولكن انا عندي 70 مليار، يعني انا عندي 70 مليار، يعني كي تتكلم ما تديرش لي مقارنه يا جماعه،
هذا مش تخفيف ولا راني استخف ولا لا، راني نقول باللي انا ما تقيسش لي بلديه الام الكبيره بغيرها، يعني مش من باب واش من باب اجمع الاموال. راني نقول يعني انا اليوم مثلا بلديه الفحل وعلى راسها رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد عربي الشنتير مشكورا، وهو شاب وموظف وكذا وخدام ونشهد له بكل الصفات كذا. طبعا هذا استطاع انه يستنفذ امواله في 4 أشهر وكذا وبكل جديه. هذا يدل على طبعا احنا هذا المبلغ اجمع 30 مليار استنفذناه ايضا، اذا كان قارنوا نفس المبلغ، المبلغ استنفذناه منذ ربما شهرين من الانطلاق. لكن اليوم انا عندي 70 مليار وعندي من هذه 70 مليار اكثر من 15 صفقه، يعني اللي اكثر من 12 مليون اللي تاخذ اجراءات. انا ما مشيتش للاتفاقيات لانه انا كان عندي مبلغ قليل، نروح للاتفاقيات ونكملها في شهرين، اتفاقيه تكمل في شهرين. ولكن انا عندي اكثر من 15 صفقه، يعني اكثر. لما نتكلم مثلا المكتبه البلديه، مشروع مكتبه بلديه بغلاف مالي كبير 7 ملاير. هذا المشروع يحتاج الى دراسه ارضيه ثم الى دراسه مشروع ثم بعد ذلك الى اجراءات الصفقه اللي تاخذ، راهم يعرفوا مختصين كم طول اجراءات الصفقه. 15 مشروع كل هذه تاخذ اوقات كبيره، يعني ما تنتهيش في 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 شهر ولا، يعني ممكن الاتفاقيه اللي اقل من 12 مليون نقول لك نكملها لك في اسبوعين اجراءاتها، لكن الصفقه لا، محدده باجراءات، اجراءات صارمه، يعني تقريبا حوالي 5 أشهر. هذا اللي لازم يفهمه الناس، يعني هذا هو السبب. والا احنا تقريبا 62% رانا منذ شهر جوان تقريبا احنا في 62%. لكن الصفقات اللي بقات تاخذ اجراءاتها مش معطله، ما كان لا واحد يناورنا. على كل حال انا هنا ماني نقلل من احد ولا راني، لكن لازم الناس تفهم الحقيقه وشنو هي. ومع ذلك انا نقول كل هذه المشاريع باذن الله تعالى في نهايه اوت باذن الله تعالى بدايه سبتمبر مشاريعنا كلها باذن الله راح نستنفذها، ما نخليش مرايا سنتيم واحد مش راح يرجع. هذه على عهدي وعلى ضمانتي وحاسبوني عليها باذن الله تعالى. مخطط البلدي للتنميه او دعم التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه 2023 مش الفرق مش راح ترجع باذن الله تعالى. رانا قدر التحدي ورانا واقفين عليه، وعطلتنا ما اخذناها لا السنه الماضيه ولا هذه السنه الا باش نكملوا هذه البرامج. يعني الرئيس ربما كان نسمع بلي كانت اموال مرصوده راح ترجع له. هل في هذا الكلام؟ لا، هو على كل حال كلام هذا بالنسبه ل 2023 لا. كاين مبالغ اللي كانت قديمه بي سي دي، مخطط البلدي قديمه وهذه قعدت، ولكن هذه يعني مش على بلديه المنيعه، هذه على مستوى الولايه، يعني دائما نقولها لانه دائما الاسقاط فقط على بلديه المنيعه، لا، على مستوى الولايه. والمشاريع هذه تصادفت جات في نفس الوقت مع 2023، يعني نهار اللي عطاونا موافقة عليها جات في نفس الوقت، ولكن مع ذلك ان شاء الله نرفعوا التحدي وماناش راح نخلوها ترجع باذن الله. باذن الله تعالى رانا واقفين عليها وباذن الله مش راح ترجع. كل ما يخدم المواطن ان شاء الله ماناش راجعين فيه. على كل حال اذا الشبكه الاجتماعيه اخي الكريم، اذا جاء لما انطلقت المداولات من بعد 3 أشهر مباشره انطلقنا في الاجراء. احنا عندنا حوالي 500 عامل، اي مش نتكلم على 100 عامل ولا 70 عامل، 100 وفيها ضبط، وهذا كانه عامل جديد لانه فيها محضر تنصيب جديد وفيها عقود جديده، وكنا نبقاو هنا الجمعه والسبت باش نعدوا المحاضر. ويعلم الله انه عندنا عمال هنا، وحتى نشكر من خلال هذا المنبر نشكر الاخ الشيخ البرني اللي حقيقه قدم دعم كبير لمصلحه المحاسبه لاستتمام لهذا الاجراء هذا نتاع الشبكه الاجتماعيه، وايضا رئيس مصلحه الموارد البشريه الاخ مصطفى قويدر اللي قام بجهد كبير الحقيقه، كانوا يبقوا حتى ال 11 الليل 10 تاع الليل هنا معنا باش للتسريع في هذه العمليه. الملف كبير يا جماعه ومش ملف سهل، باش 500 عامل كل عقودها تنجزها عقل يعني واحد بواحد الى غير ذلك الامر كان. وفي نهايه المطاف مده 20 يوم كانت هنالك الامر يتراوح ما بين انا وبين المراقب المالي او الميزانياتي وايضا ما بين امين الخزينه، يعني كانت هنالك اخطاء وتصحح اخطاء وتصحح الى غير ذلك، وهذه امور كل في العمل الاداري، وهذه مش راح تعاود لان الملف راح خلاص راح يرى النور. طبعا بقاو بعض العمال بالنسبه لعمال المطاعم وهم عدد قليل ان شاء الله، في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله راح تسوى وضعيتهم باذن الله تعالى. بالنسبه للسكن الريفي وهو ايضا ملف يشغل كثير من المواطنين. السكن الريفي كما تعلمون منذ جاء مع يعني السيد وزير السكن يعني قام ب يعني انه حدد لنا انه المنيعه كمنطقه حضاريه، كل السكن الريفي راح يكون يعني يحول الى تجزئه، يعني الى القطب.
باعتبار انه المنيعه ما عدا حسي غانم الوحيده اللي تعتبر وقويرت موسى اللي تعتبر منطقه ريفيه، الباقي كلها كانت حضاريه. لهذا يعني الملف هذا كل راح يعني ينتقل الى القطب. طبعا هنالك اجراءات، طبعا الاموال رصدت باش نطمئن الجميع، يعني ماهيش راح نقصوها لي ب 2015، الاموال رصدت من وزير السكن. يعني خلاص معناتها اموال رصدت لكل مواطن. بما فيها اللي قمناها على مستوى الاحياء الى غير ذلك، حتى الملف القديم يعني مثلا 2019 و20 و21 هذو اللي مازال ايضا كل اموالهم مرصوده والحمد لله. الان سبب تاخير هو قرار الانشاء. ما معنى قرار الانشاء؟ قرار الانشاء ننتظروه من السيد وزير الداخليه، يعني يجينا هذا القرار حتى تحديد يعني من خلاله تقوم مصالح البناء والتعمير بتحديد يعني نعم الارضيه لهذه الاعانات او هذا السكن الريفي. وهذا هو اللي رانا ننتظروا فيه. السيد الوالي يعني راسل مشكورا، راسل الوزاره اكثر من مناسبه، والامور مرتبطه باجراءات ما اداريه يعني من على مستوى الوزاره. ننتظروا ان شاء الله متى تفرج عليها هذه وننطلقوا فيها مباشره. اما القوائم على مستوانا اللي عددناها على مستوى الاحياء راهي واجده على كل حال، في اي وقت يعني يتم هذا الاجراء نعلن عليها. يعني ما عندناش حتى اشكال على كل حال بالنسبه للسكن الريفي. اذا نطلبوا قليل من الصبر من الساكنه ومن المواطنين. بالنسبه لمسامح المتنقل اللي هي كانت مبادره منا كمجلس السنه الماضيه، قمنا باقتناء هذه المسامح وقدمناها بظرف وجيز انذاك، وقدمناها للجمعيات الرياضيه وجمعيات على مستوى الاحياء وهي على مستواهم الى يومنا هذا، هي على مستوى هذه الجمعيات. السنة الماضية طبعا شكلنا هذه اللجنة لمعاينتها إلى غير ذلك، وراسلنا في هذا أيضا، راسلنا الجمعيات وطلبنا منها أنها تفعل هذه المسابح اللي أعطاها على مستواهم، لأنه يعني حنا اليوم هذه المسابح ما ديرهاش البلدية ولكن ديرها كما نقولوا الجمعيات الرياضية على مستوى الأحياء، وراها على مستواهم إلى يومنا هذا. يعني كلهم يعني راه على مستواهم، ربما يعني احنا رانا رسمناهم مع دخول موسم الاصطياف وطلبنا منهم انهم يفعلوا هذه المسابح لخدمه ابناء احيائهم. تبقى على عاتقهم وعلى ذمتهم لانهم تعهدوا لما اخذوها تعهدوا بحمايتها وتعهدوا بانهم يخدموا بها مواطنين الى غير ذلك. بالنسبه للقصر القديم كما تعلم هنالك مرسوم بالنسبه للقصر القديم. القصر القديم طبعا هو ممتلكات او مش تابعه للبلديه ولكن طبعا المدير الثقافه، ونظن السيد المدير مع المديريه هذا وراه بدات على كل حال كما تعلموا المديريات كاع هذا وراه بدات تفعل، يعني مازال راه فتيه هذا وين بدات ربما السيد المدير مسجل عمليات في هذا الاطار ومقترح برامج في اطار البرامج القطاعيه، ونظن ان شاء الله راح تشوف النور ان شاء الله على مستوى قطاع الثقافه باذن الله. بالنسبة لأخير المنقب أولاد عيشة، طبعا هذا المنقب كما تعلمون هو منقب خاص بالفلاحين، وحنا سجلنا في هذا الإطار عملية اللي هي بناء يعني أنابري مخبأ مع تجهيزه، حتى أنه نخلو التجهيز القديم نخلوه للفلاحين، والمنقب الجديد تتنازل به البلدية لشركة المياه اللي يكون خاص فقط بالمياه الصالحة للشرب. العملية هذه خلاص راهي سترى النور بعد ربما أيام قليلة، لكن كإجراء استثنائي أو إجراء مستعجل حتى أنه يعني الفلاحين يعني يستفيدوا بالمياه، وبتوجيه من السيد الوالي في آخر دورة المجلس الشعبي الولائي، طبعا تحويل طبعا المحول إلى البلدية، وتقوم البلدية هي طبعا تحمل كل نفقات هذا المحول والمنقب. قمنا بهذا الاجراء والحمد لله كما تعلمون وراكم كنتم شاهدا على هذا الامر، الان الفلاحين تزودوا بالمياه الصالحه للشرب والحمد لله على كل هذه المشكله يعني انتهينا منه باذن الله تعالى. سؤال اخر سيدي كمال. لا ايه. كلمه اخيره يعني الساده المستمعون. هو في الحقيقه على كل حال اريد توجيه نداء على كل حال من خلال هذا المنبر سي كمال. احنا اليوم على كل حال ناكد على بعض النقاط فقط. النقطه الاولى ان شاء الله نوعدهم باللي ان التنميه ان شاء الله ستمشي في طريق صحيح، لانه نمشي بدراسه وما نمشوا بعبثيه ولا بارتجاليه.
يعني محددين احتياجات مواطنينا في كل قطاع، سواء ما يمكن تحمله على مستوى البلدية وحتى ما لا يمكن تحمله على مستوى البلدية. رانا نتحاوروا مع إخواننا في القطاعات والمديريات والمديرين، أنا في تواصل معهم يومي، راهم يتكفلوا به في على مستوى المشاريع القطاعية. بالنسبة للمجتمع المدني، احنا على كل حال أبوابنا مفتوحة للجميع، ما أغلقناش أبوابنا على أي مواطن، على كل حال ما أغلقناش، برغم أن يقول لا ما أغلقنا أي مواطن، باب البلدية مفتوح، بابي مفتوح يوميا، إذا كان نستقبل يوم أنا نستقبل يوميا، يعني مع كل الأشغال وذلك لكنا نستقبله يوميا، وبابنا مفتوح للجميع، رئيس حي، ممثل مجتمع مدني، كائنا من كان، احنا رانا لأنه في خدمة هذا المواطن بما نستطيع وبالحدود إمكانياتنا. راكم تشوفوا سيارات البلدية ما عندهاش حتى سيارات اللي تقدر حتى تغطي بها بعض الأنشطة، يعني كم تشوفوا مالاش في رفاهية ولا قال البلدية رام كذا ولا غير ذلك. نعم مالاش، على كل حال برغم الإمكانات المحدودة اللي عندنا، ولكن مع ذلك رانا كما نقولوا نقوموا بواجبنا وماناش مقصرين بإذن الله تعالى في حدود إمكاناتنا. احنا نطمح أنه نرتقي إلى طموح المواطن، طموح المواطن كبير، نسعى إلى أنه نرتقي، ورانا نوجدوا في الآليات اللي نرتقوا لهذا الطموح هذا. عندنا مشاكل أنا ربما الكبرى هذه اللي تكلمت عليها، النفايات، السوق، الإنارة، الطرقات، لأنه كل هذه الأمور إن شاء الله بعد مدة، لأنه التغير يا جماعة مش باش ما نتصوروش الأمور سهلة، المشروع مش يولد اليوم ويتسجل اليوم وتنجز اليوم. كاين إجراءات إدارية نحن ملزمين بها. وراني قلتها بكل هذه التحديات، بنقص العمال والموظفين المؤهلين والمهندسين، بالعراقيل اللي رانا نلقوها من اليوم الاول حتى قبل تنصيبنا، بالحملات والمؤامرات اللي رانا نشوفوها يوميا مقصوده، يعني ناس اللي راه عندهاش هم وهاجس الا تثبيط اي عمل، تثبيط اي عمل، يعني اي عمل نقوموا به الا ويثبطوه باي. تشوف مبادرات كما تدريس في كمال السنه الماضيه، مبادره المسابح من يومها والناس تثبط فيها، مبادره الحقيبه المدرسيه بكل اللي كانت سابقه وكل يعني ثبتها، ورغم كل هذه الامور والصراعات وما تعلمونه هو يعلمه الراي العام كاملا كل هذا الشيء، ورغم ذلك لكن راني نقولها من الان رانا رافعين التحدي وملاش مؤخرين الرسالة اللي وعدنا مواطنينا أننا إن شاء الله بإذن الله قائمين عليها، ورؤيتنا واضحة ورانا نكافح من أجلها وبإذن الله، لأنه النية خالصة وربي سبحانه عالم، لأنه مش معقول يا جماعة نغالطوا الناس. مش اليوم ما عليناش الناس اللي راها على كل حال، لو والله لو تكلمنا وقلنا كل شيء ربما، لكن لا أخلاقنا ولا ثقافتنا ولا تربيتنا ويعني تنزل للمستوى هذا لما تعرضنا له من تهديدات ومن ابتزاز بعض المأجورين اللي راهم ينادوا اليوم باسم انهم همهم المواطن وهمهم كذا على كل حال، ولكن والله وننزلوا لهذه الامور صدقوني والله راح يتعرى ويتكشف شيء كبير، ولكن مش من مصلحتي ولا من مصلحه انه ننزلوا لهذا المستوى. انا اني منشغل بالاهم، لانه كثير يقول لي علاش تظهر في مناسبات وتتكلم وكذا، وش فائده المواطن يريد شيئا ملموسا، مش يريد من الانجازات ان تتكلم، يريد لما يشوف يدخل المدرسه ويلقى فيها سبوره ومكيف وتلميذ في اريحيه، هذاك هو اللي يتكلم، ما يريدش رئيس بلديه يوميا على وسائل التواصل وبكوستيمو ولا منش عارف انا كذا ونهار طول يهدر. ادرك جيدا انا ولد الشعب وندرك ما هي ثقافه الشعب. المغالطات هذا والكلام اللي نعم الاعلام قد اطاح دول، فما بالك بلديات، ادري هذا الامر، ولكن انا نقول كلمه واحده فقط، انا اسمى من هذا الشيء بكثير، لان الناس اللي راه تتكلم فساد ما فساد الا غير ذلك، على كل حال كاين تحقيقات وتقوم بها مصالحها وراح تقوم بواجبها. على كل حال مشاريع لكم تكلموا عليها مانيش عارف انا، مشروع نتاع مليار ونص ولا جوج ملاير مجموعه، ما تجيش حتى حصه واحده في مشاريع اخرى، واللي راه مدركين بهذه الامور يعني يعرفوا واش هذا الكلام. على كل حال كل هذا التشويه وهذه المؤامرات وهذا اللي نقولها بكل شفافيه وبكل وضوح للشعب باش يكون يعني تكون امور واضحه، الشيء اللي مؤامره لناس شاغله روحها من الصباح والليل لا باش تخسر البلديه. تشويه صنعت البلديه من اليوم الاول راني نقولها وهم ماشيين في هذا الاطار. ويوميا والشعب راه على باله بهذ الناس ويعرف مليح ويعرف واش راهم يديروا. عارف هاد الناس واش راه من طبعا من فتن، من دخلوا حتى المؤسسة هنا، يدخلوا حتى المجلس، يدخلوا حتى كذا إلى غير ذلك. تمنيت أنه الناس تبذل المجهود أكبر في رأب الصدع وفي تقريب الوجهات النظر ولم الشمل.
صدقوني يعني أنا قلتها. على كل حال أنا نشكر من هذا المنبر أيضا بعض زملائي في المجلس الشعب الولائي، بعض النخبة، بعض النخبة من مجلس الشعب الولائي اللي راه مد يدها للمجلس البلدي وراه يتعاون وتوقف في مع بلادها، ونشكرهم شكرا جزيلا. كاين يعني مجموعة على كلها محترمة من مجلس الشعب الولائي، نشكرهم ونقدم لهم كل الشكر في الحقيقة على أنهم يعني في الحقيقة راهم يجون هنا للمكتب وكمكتبهم، وربما ترجعوا لهم وراهم نتحاوروا ونتشاوروا والمساندة، لأنه هذا هو العمل الحقيقي. العمل الحقيقي هو عمل تشاركي من المجتمع المدني، من المنتخبين سواء البلديين أو المنتخبين الولائيين، الجميع يسهر مع المصالح والمديريات التنفيذية من أجل خدمة هذه البلدة. نظن هذا هو العمل وهذا هو المطلوب. أما أنه واحد يعني كمان يعني أما المؤامرات والتشويه والآخر، هذا ما يخدمش المصلحة العامة، ما يخدمش المصلحة العامة أبدا أبدا، مش راح يخدم المصلحة العامة. هذا راني نقوله بكل صراحة، الاصطياد في الماء العكر والغير ذلك، إذا كنا نعمل فصار نخطئ، إذا راني نخدم لا نخطئ، وأي مجتهد إلا ويصيبه يخطئ، ولا بد تكون له أخطاء. احنا ماناش نقولوا معصومين من الاخطاء، ولكن ما انا جايين باش نفسدوا في هذه البلاد، ولا جايين باش نكسروا هذه البلاد، ولا جايين بالعكس. عندنا رؤيه، راني نقولوا رؤيه واضحه على كل حال المعالم، ورانا نمشوا فيها باذن الله تعالى، نمشوا فيها. راهم يقولوا الان ربما لحد الان الشعب ما شافش هذه الرؤيه، يقول لك انا ما شفتش، مازالني نشوف النفايات ولا نشوف كذا، ولكن راني نقول لك اعداد دراسه في 7 أشهر، والان المؤسسه راح تنطلق، وراح نغلق هذا الملف نهائيا، يعني ملف النفايات، ملف السوق راح نغلقه، راح نغلقه، ملف الشباب درنا منشآت للشباب ان شاء الله اللي راح تبقى ل20 سنة، اللي راح تبقى ل20 سنة راح نغلق الشباب. بالنسبه للمدارس الابتدائيه ايضا رصدت اموال كبيره للمدارس الابتدائيه اللي راح تغطي على الاقل مده 10 سنوات، مش راح تكلم هذه البلدي يعني الابتدائيات ما يكونش فيها نقص، من تسجيل سواء 6 أقسام زائد 16 يعني 22 قسم، من أيضا تسجيل مدرسة ابتدائية للمجمع الريف إلى المجمع المدرسي في أولاد فرج، يعني هذا كله إن شاء الله رايح يعني يغطي جانب كبير من هذا. وبإذن الله تعالى وراني نقولها ونعاودها، نعم عندي مشروع حقيقي اللي إن شاء الله يا ربي أنا ننتظره متى يولد إن شاء الله، اللي رايح ينقذ المدينة واللي راح يوفر لها اموال كبيره بحيث تصبح بلديه غنيه تعتمد على نفسها وتقدر يعني تنجز المشاريع اللي راه يطمح لها المواطن. لانه انا نقول لك انا اليوم احنا درنا مشاريع من الاكشاك، مشاريع لزابري هذه تاع المخابئ اللي ضلل بها المواطن في كل اماكن المراحيض، ولكن الاموال غير موجوده المخصصه لهذه. لانه يعني يقول لكم الاموال، نعم الاموال موجوده للمياه، صالحة للشرب، للصرف الصحي والاناره، لان المدونات محدوده محدده ما تقدرش تخرج عليها. ولكن ما يطمح له المواطن اليوم، ما يطمح المصانع، المصانع لا يمكن أن تقوم بها بلدية، مصانع هي في الاستثمار، دعم الاستثمار الخاص، ممكن احنا نشجعوا الاستثمار الخاص، ممكن غدو كبلدية مثلا ممكن راح نديروا بعض المشاريع اللي عندها علاقة صحية، مثلا ممكن ندعم الصحة، ندعم الترفيهية، المكاتب إلى غير ذلك، نوعا ما راح ننقلوا البلديه من ربما نوعا ما يشوفوها ان شاء الله. وفي كل الاحوال نقولها الانطلاقه جماعه تاع الولايه هذا وين طلقت وهذا وين جات الاموال، وباذن الله تعالى ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله، وباذن الله سنترك بصمه برغم كل هذه التحديات وبكل هذه المؤامرات والشيء يوميا اللي رانا نتعرضوا له. على كل حال ما طبعا عرضنا رانا نقوله لله سبحانه وتعالى، لانه ملي دخلنا البلديه رانا عارفين هذا الامر وعارفين ومتعودين وعندنا الخبره فيها. اما غير ذلك نقولها بكل صراحه، احنا على كل حال ماناش جايين هنا الا لخدمه هذا البلد، ونطلب من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا لخدمه شعبنا ولخدمه اهلنا وخدمه بلدتنا، ونطلب من الساكنه انها يعني تجدد فينا هذه الثقه ان شاء الله باذن الله تعالى، وتلتف من حولنا، وابوابنا مفتوحه للجميع. راكم تشوفوا والله رانا يتصلوا بنا في الفيسبوك، ماناش يعني واحد وما يعني متصل بنا ورديناه، رانا نردوا على الجميع رغم انها اسماء مستعاره وعلى بالنا باللي بعضهم مكايد وبعض، ولكن فتحنا بابها تليفون نردوا على الجميع، الفيسبوك على الجميع، وبابي مفتوح للجميع. وما كل يعني ما نقوم به، ورانا عارفين باللي رانا مقصرين، لانه لما تشوف حالات اجتماعيه كما اللي كنا نزورها سي كمال انا وياك، حالات اجتماعيه وتلقى الناس عايشه مازال في ظروف ما نعرف، احنا باللي مازال رانا مقصرين. نسأل الله فقط الإعانة إن شاء الله، والخير كل الخير لهذه البلدة إن شاء الله،
وربي يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله لخدمه هذه البلده الطيبه ان شاء الله. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحصه والتي كانت تصب في قالب التنميه بالمجلس الشعبي البلدي الذي حضر معنا وكان بطلب من السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد مفتاح شويرف الذي كان منذ توليه منصب رئاسة هذه البلدية إلى غاية يومنا هذا على عرض جميع المشاريع التي انطلقت والتي هي في طور الإنجاز وكذلك أهم العوائق التي تطرق إليها المجلس الشعبي البلدي خلال هذه العودة، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق للرئيس وللمجلس الشعبي البلدي. السادة المستمعون، أملنا أن نلتقي بكم في حصة أخرى وأيضا في حصص أخرى المجلس الشعبي البلدي لبلدية حسي القارة وكذلك لبلدية حسي لفحل. إلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.